سعيدة اللي في هذا النهار الأولاني اللي كنحضر فيه المهرجان، كنحضر التكريم للالة فريدة بليزيد لأنها من بين النساء الأوائل اللي داروا هذه الخدمة ديال الإخراج وكتابة السيناريو، وكان لي الشرف والسعادة أنني خدمت معها في أفلام تلفزية. إنسانة جميلة جدا، فنانة عظيمة، أم روحية للفنانات كاملين. وولا أنا ندخل دابا لهذه القاعة وغنصفق عليها تصفيقة حارة. واحد القلب كبير وإنسانة اللي كتعرف اش كدير في السينما، ونتمنى لها التوفيق. وهذا نهار يعني ماشي غير هي اللي خاصها تفرح، حتى حنا خصنا نفرحوا معها لانه كتستحق كل خير. احساسي دابا انا فرحانه بزاف لحقاش انا في المهرجان، وبعوده المهرجان، وبعوده اننا كنتلاقاو مع زملائنا الفنانين واصدقائنا الفنانات. الوغ فرحانه بزاف، وسيله التكريم ديال فريده باليزيد باسكو فنانه كبيره ومخرجه كبيره، وعطات بزاف للمجال السينمائي والفني او التلفزي بصفه عامه. فوالا فرحانه بزاف الوجود ديالي، اني كنتقاسم هاد اللحظات مع الاصدقاء ديالي الفنانه. فرحانه اكثر حيت الفيلم ديال فريده لعبة فيه مدام زكيه الطاهري اللي هي المخرجه ديال العمل ديالي الجاي، وانا فخوره وفرحانه بهذا الحضور. سيده عظيمه جدا ومخرجه كبيره، وكنت كنتمنى انني نكون نخدم معاها شي نهار، ولكن مع الاسف ما غنقدرش.